مرحبا، نور الروابدي، لاعب نادي الجزيرة، لاعب وسط ميدان، بلعب في المنتخب الوطني، قائد المنتخب الأولمبي الأردني. أنا هنا في سبيتار عشان إصابة في وتر العضلة الضامة. طبعاً ليش سبيتار؟ لأنه سبيتار مكان بالنسبة لنا إحنا بالأردن معروف جداً، مكان كثير موثوق. طبعاً الستاف هنا والأجهزة كل إشي بتعدى الموجود شغلات بالأردن. الحمد لله إلي هنا 10 أيام، راح نحاول نرجع الأردن يعطونا برنامج ونكمل فيه العلاج الطبيعي. إحنا قاعدين بنحارب الوقت حالياً عشان نلحق مباراتنا في القوى الجوية ضد القوى الجوية الاتحاد الآسيوي. هي حلم إلنا كإحنا كجزرويين وكأردنيين إنه نوصل لنهائي ونأخذ البطولة الآسيوية بإذن الله مع نادي الجزيرة. طبعاً أنا ابن نادي الجزيرة من وأنا 14 سنة، وبإذن الله راح نقدر نلعب هاي المباراة ونكون إيد واحدة ونقدر نأخذ الاتحاد الآسيوي بإذن الله.